دعونا نطبق بعض الممارسات على تبسيط العبارات متعددة الحدود. بشكل خاص إن لدينا أكثر من متغير هنا، إذا لدينا 4x تربيع y ناقص 3x تربيع ناقص 2y زائد 8xy ناقص 3x تربيع زائد 2x تربيع y زائد 4. إن الشيء الأول الذي سيخطر لي أنني سأجمع هذه العبارة مع هذه العبارة، إذن هذه الأقواس لا تؤثر، لذا يمكن أن أعيد كتابتها كالتالي: 4x تربيع y ناقص 3x تربيع ناقص 2y زائد 8xy ناقص 3x تربيع زائد 2x تربيع y زائد 4. الآن يمكننا أن نقوم بتجميع العبارات المتشابهة. إذن دعونا نفكر بما لدينا هنا. العبارة الأولى هنا هي 4x تربيع y، إذن هل يمكن أن أجمعها مع أي من العبارات الأخرى؟ هل يوجد عبارات x تربيع y أخرى؟ بالطبع لدينا هنا عبارة x تربيع y. إذا كان لدي أربع عناصر من شيء ما، حيث أن العبارة 4x تربيع y وأضفت لها 2x تربيع y، فعلى كم x تربيع y سأحصل؟ 4 زائد 2، إذا لدي الآن 6x تربيع y. الآن دعونا ننتقل إلى هذه العبارة. ناقص 3x تربيع، هل لدي عبارة x تربيع أخرى من بين هذه العبارات؟ نعم لدي ناقص 3x تربيع، فإذا كان لدي ناقص 3 عناصر وأضفت لها ناقص 3 فسأحصل على ناقص 6 من ذلك الشيء، إذن ناقص 6x تربيع. الآن دعونا نفكر بعبارة ناقص 2y، هل يوجد لدينا عبارات y أخرى؟ لا يبدو أنه يوجد، فهذه عبارة 8xy وهذه 4، إذن لا يوجد، إذن لا يمكن أن نجمعها مع شيء آخر، لذا سأعيد كتابتها 2y. و8xy مرة أخرى لا يبدو أنه يمكن أن تجمع مع شيء آخر، دعوني أكتبها مرة أخرى. ثم أخيرا لدي الثابت زائد 4، ويبدو أننا قد انتهينا، لقد قمنا بتبسيطها قدر المستطاع.